على متن باخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، وصلت الحشرة المفزعة إلى ميناء طنجة بالمغرب، فأعلنت حالة الطوارئ، أعقبها فزع وهلع كبيران امتدا إلى المملكة المغربية برمتها. فما القصة؟ عثرت السلطات المغربية على حشرات بق الفراش الأشد خطراً داخل إحدى البواخر القادمة من فرنسا إلى المغرب. سريعاً استنفرت السلطات المغربية خاصة في ميناء طنجة، خشية أن يتحول البلد لمرتع لحشرة البق التي تنتشر في معظم المدن الفرنسية خلال الوقت الراهن. فنفذت عناصر من وزارة الصحة المغربية إجراءات صحية وأمنية عدة متمثلة في إجراء عملية تعقيم كبيرة لأمتعة جميع المسافرين. فهل يتمكن المغرب من تفادي الحشرة التي أفزعت فرنسا؟